وصلت إلى مطار صنعاء طائرتان للصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود تقلان طقما طبية وبعض المساعدات الإنسانية في إطار جهود المنظمتين لتقديم المساعدات الإنسانية والأدوية لليمن. بدأت الحياة تعود مجددا لشوارع تعز رغم مواصلة الحوثيين خرق الهدنة الإنسانية لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت أحياء الحصب والمرور غرب تعز معارك عنيفة كما سمع دوي انفجارات باتجاه شارع 60 شمال المدينة. حصلت قناة سهيل على فيديو يظهر استهداف لجيات الحوثي وصالح بشكل مباشر لمنازل المواطنين في تعز في عملية انتقامية تظهر مدى التقهقر الذي منيت به الميليشيات بعد تلقيها ضربات موجعة من أبطال المقاومة الشعبية. قصفت ميليشيات الحوثي وصالح ظهر الخميس عدد من المناطق المحيطة بمدينة ما وبئر أحمد ومدينة الشعب غرب مدينة عدن بأكثر من 13 صاروخا. إلى ذلك قصفت بارجات التحالف مناطق جبل حديد ورأس عمران بعدن، كما شن الطيران غارتين على رأس عمران بعد خرق الحوثيين للهدنة التي تدخل يومها الثاني. قتل مواطن في مدينة الضالع برصاص قناص حوثي نتيجة استمرار ميليشيات الحوثي وصالح في خرق الهدنة الإنسانية عبر القصف المدفعي للمنازل والأحياء السكنية في مدينة الضالع. قال مسؤول يمني للشرق الأوسط إنه جرى استبعاد عدد من الأسماء بعد أن ثبت في نيتهم العمل على إثارة البلبلة وفرض مزايدات على المؤتمر اليمني للحوار في الرياض والذي تنطلق فعاليته الأحد المقبل. قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن مندوب السفارة اليمنية في منطقة القنفذة التابعة لجيزان السعودية قام برمي ملفات اليمنيين المطالبين بتصحيح أوضاعهم بعد رفضهم دفع مبالغ مالية تفوق المحددة من قبل السفارة. من يريد تحسين أوضاعهم رمى بملفات إلى خارج إلى براميل القمامة بسبب الفوضى والعارم التي حصلت في مركز القنفذة. غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد العاصمة اليمنية صنعاء بعد إجراء اتصالات مع الأطراف اليمنية المتنازعة انتهت بالتوصل إلى اتفاق أولي على استئناف الحوار السياسي.